شيك. انت ناوي تعمل ايه؟ بقول لك يا اشرف، مش يمكن يكون بيتهيألك. بيتهيألي ايه؟ بقول لك انا شفتهم اكتر من مره قاعدين مع بعض، وفي مره هي شافتني فيها. غدا. اشرف انت بتعمل ايه هنا؟ انا جاي اقعد مع اصحابي عادي، يعني ما انا ليا اصحابي غدا وكده. ياه، ده احنا صحنا وكبرنا وبقينا بنعرف نمثل. هو ده كل اللي همك؟ ومش فارق معاك ان غدا تقابل طارق من وراك؟ غدا ما بتعملش حاجه غلط يا اشرف، يعني كبرها تخرج معاه شويه يتفسحوا يقول لها كلمتين حلوين، انما انا واثق بغدا. انا ساعات بحس ان انا متربي ببيت وانت بتربي ببيت تاني خالص. نفس الاحساس. هو انت فاكر ان غدا كده زيك عادي؟ غدا بتتعذب كل مره بتقابل فيها طارق. وانت عرفت منين؟ عينيها. غدا بتدور على الحب اللي انت ما عرفتش تديهولها. يمكن لو كنت عرفت ما كانتش فكرت في حد تاني. انت كل اللي همك المنصب ومناسب مين وعيله كبيره واحده حلوه، لكن حب لا. طلق غادة عادل. وانت فاكر انها لو طلقتها هتجيلك؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ اشرف، هو انت ليه فاكرني مش فاهمك؟ اشرف، انا سايبك بمزاجي. عارف ليه؟ لان عارف ان غادة عمرها ما هتبص لواحد زيك. انا لو طلقت غادة مش هتروح لك، هتروح لطارق الجمل. يعني هتبقى بتاعتي ولا بتاعتك؟ هتطلقها يا عادل. انت ما بتفهمش، بقول لك لا هتبقى ليا ولا ليك، هتروح لطارق الزفت. بعدين هي كده اشتكت لك؟ ها؟ جت قالت لك والنبي الحقني؟ انت مالك يا اخي؟ انت مالك؟ اهلا. ازيك يا ايفون؟ عادي، عامله ايه؟ وانت فين يا طنط؟ بقالك كتير قوي مش بتيجي. الشغل بقى، هعمل ايه؟ وليه؟ جده موجود؟ انت جايه لجده؟ لا، جايه عشانك وبعدين جايه لجده. طيب هندهولك. بابي هنا؟ لا، وقبل ما تسالي ما اعرفش هو فين. ماهر كان عندنا من كام يوم. ماهر ده سافر. اكلنا على كل حاجه. يحيى عارف؟ لا، يحيى ما كانش موجود، كنت انا وغادة بس. لكن تفتكري مش هيعرف؟ فعلا مسيره يعرف. انت كنت ناويه تقولي له امتى؟ وانت ليه ما قلتلوش انت او غادة؟ لان غادة موكلاني على اني اتكلم في الموضوع ده واتصرف فيه، بس انا قلت اسمع منك انت في الاول. هو حكى لكم ايه بالظبط؟ لا، أنا عايز أسمع منك في الأول أنت عايزة تقولي إيه. هو ده كل اللي عرفته؟ ما أنا لسه بدور. أيوه، بس ما فيش حتى أسامي تحت الصور. ما هو دكتورة، المجلات اللي زي دي ما بتنشرش غير أسامي المشاهير وبس. وإحنا هنعمل إيه بصورة زي دي؟ زيها زي فيديو المراقبة كده، ما عملناش بيهم حاجة. ما هو دكتورة، أنا لسه ما خلصتش. أنا هحاول أوصل لأي حد من اللي كانوا معاه في الصورة وأحاول أجيب أي معلومة عنه. يا سلام، والناس دي كده هتقول لك يعني بمنتهى السهولة؟ ما أنا ليا طريقتي بقى. وسام، الناس دي معظمهم طلع عليهم قضايا بعد الثورة، فما صدقوا الضوء بعد عنهم. ما افتكرش يعني إن هم هيتكلموا معاك بالسهولة دي. متشكرين أوي يا دكتورة على الروح المعنوية العالية دي بصراحة. أنا مش بحبطك، أنا بس بقول لك إن الموضوع مش بالسهولة اللي أنت فاكرها دي. لا ما تقلقيش، أنا قديم برضه. المهم يحيى بيعمل إيه دلوقتي بقى كويس؟ انا كنت متخيل ان انا هاجي الاقي معاكي. المره الجايه تيجي تلاقيه ان شاء الله. على العموم سلميلي عليه. انت ازاي عايزني اساعدك وانت مش عايز تقولي على اي حاجه؟ مين اللي خطف الراجل ده وانت وصلت له ازاي؟ مش مهم هو مين وانا وصلت له ازاي. على كل، انا عايز اعرفه معلومه واحده بس. فاكر لما طاهر كلمني اول مره علشان موضوع الفيديو بتاع الكاميرا؟
وانت ازاي تقول لهم كده يا استاذ طاهر؟ هو انت مش عارف معلومه زي دي ممكن تكون مهمه بالنسبه لي قد ايه؟ يا استاذ طاهر انت بالشكل ده بتضيع حق مراتي وابني. ماشي يا استاذ طاهر، انا مستني تليفونك. مع السلامه. ايوه فاكر كويس. المعلومه دي انت بلغتها لحازم؟ ركز وحاول تفتكر. لا لا، انت متاكد انك ما قلتلوش؟ ايوه متاكد، لانه كان لسه جاي علينا في القضيه وكانت العلاقات ما بيننا مش كويسه. طب انت بلغت مين؟ فريق التحقيق اللي شغال معايا وبس. مش يمكن يكون حد منهم بلغ حازم؟ لا طبعا مستحيل، لانهم شغالين معايا انا وبس. متهيألي يعني مستحيل انهم يتجاوزوني ويروحوا يتكلموا مع حازم بشكل مباشر. ايه بقى؟ هترجع تشك فيا تاني ولا ايه؟ لو احتجتك هبكلمك. ألو؟ أنت فين يا دينا؟ طب بقول لك ايه، ما تبقي تيجي تباتي معايا بالليل. لا ليه يا زفت؟ اه فاكره. طب هتروحي انت ومين؟ طب بقول لك ايه، ما تبقوا تعدوا عليا. ايوه هاجي اسهر معاكم. طيب خلاص هستناكم، باي. انت ليه ما قلتيش ليحيى لغايه دلوقتي؟ يحيى لو عرف هيوقف كل حاجه، وكل ده بسبب كره لطارق، وانت فاهم طبعا ده بسبب ان هو بيتهمه في قتل منى ويوسف. وانت ازاي بس تعملي كده يا نان؟ ازاي عايزه تخشي في شراكه مع واحد ممكن يكون عمل كده؟ مجدي انا وانت عارفين كويس قوي ان طارق اضعف من انه يعمل حاجه زي دي. وانا وانت عارفين برضو ان ماهر لا يمكن يتعاون مع طارق ابدا. في حاجة مش متوضبة في الكلام اللي انت بتقوليه ده. هيكون ايه يعني؟ انت فاكر ان انا عايزة ادخل طارق معانا بمزاجي؟ او ان طارق يكون ماسك عليكي زلة عشان يغصبك تعملي كده؟ عيب الكلام ده يا مجدي. انا اسف، انا كنت بفكر بصوت عالي. وبعدين هو هيكون ماسك عليا ايه يعني؟ قلتلك انا اسف. اسمعي ناد، أنا مش هقول ليحيى حاجة خالص، أفضل قوي إنك تقولي له كل الكلام ده بنفسك. أنا بشكرك يا مجدي، وعايزك تثق فيا، وتأكد إن كل اللي بعمله ده عشان مصلحة الشركة. وأنا واثق فيك. آخر واحد ده كويس قوي، عنده خبرة كبيرة وفي نفس الوقت لسه صغير. كده 5 موظفين جدد، مش كتير؟ ما فيهم 2 تدريب. هو هشام ما جاش النهارده كمان؟ لا، شكلنا نحتاجهم كلهم. هشام من ساعة ما سمع انك بقيت مدير المشروعات وما ظهرش تاني. انا سمعت ان انتم محتاجين مهندسين جداد في الشركة. عندك حد عايز تعين؟ انا؟ انت؟ دي شركتك. لا سيبك بقى من كل الكلام ده. انت هتعمل معايا انترفيو زي ما بتعمل انترفيو مع اي حد بيجي يقدم في الشركة، ولو فشلت مشيني. ولو نفعت انت لوحدك هتمشي بعد يوم واحد، صح؟ تريقوا تريقوا براحتكم، بس لو باشمهندس زكي شاف ان انا ينفع اشتغل انتوا هتشوفوا شغل تاني خالص. يلا يلا يلا، ما تعمل معايا انترفيو دلوقتي. هما فين؟ مساء الخير، اي خدمه؟ مساء الخير، يا ترى الدكتوره سلمى موجوده؟ عايزينها في ايه؟ عاوزين نقابلها. نقول لها مين يعني؟ هي لو شافتني هتعرفني، بس والنبي دخلنا ليه؟ اتفضلوا دقيقة واحدة اديها خبر. متشكرين.
انت رايحه فين دلوقتي؟ لميت هدومي ورايحه اقعد عند يحيى. يعني انا اجي اقعد 3 ايام انت تسيبيني فيهم وتمشي؟ ما فرقتش كتير يا عادل، احنا بقالنا 8 شهور ما شفناش بعض، ما جاتش على الثلاث ايام اللي انت جاي تقعد فيهم هم دول اللي هيحسسونا ان احنا متجوزين يعني؟ ما انا قلت لك مليون مره تعالي اقعدي معايا هناك. وانا قلت لك مش عايزه اقعد في امريكا. طب انا اعمل ايه؟ اسيب شغل هناك واقعد جنبك ولا اخدك معايا بالعافيه؟ لا انا عندي حل تالت. نتطلق يا عادل. هو اشرف كلمك؟ اشرف؟ وايه علاقه اشرف في اللي انا بقوله لك دلوقتي؟ امال في ايه؟ ايه اللي فجأة عايز تطلقي كده من غير أي مقدمات؟ أمال أنت كنت عايزني أطلبها منك أنت؟ امبارح وأنا بجيبك من المطار ولا كنت أبعتها لك في مسج؟ لا، أول ما رجعنا امبارح بالليل وإحنا بنتخانق. كنت لسه بفكر. بتفكري؟ وإيه بقى اللي خلاكي تاخدي قرار كده في يوم وليلة وأنت كان قدامك 8 شهور تفكري فيهم براحتك؟ أنت. أنت يا عادل اللي خليت ناخده. لما رجعت وبتتعامل معايا على إن الجارية اللي قاعدة مستنية سيدها. سيدها اللي جاي يطفي ناره فيها الكام يوم اللي هو قاعده، والمفروض بقى ان انا اخدك بالاحضان واقول لك وحشتني يا سيدي. عادل صدقني خلاص الكلام ملوش لازمه، وانت عارف من جواك كويس قوي ان الطلاق هو الحل الوحيد للخلافات اللي بيننا. ولو قلت لك مش هطلق؟ مش بمزاجك. اذا كان ربنا نفسه خلاه بمزاجي يبقى هرفع عليك قضيه خلع، وانت اللي هتضطرني لكده. انا رايي تهدى كده وتفكر اليومين اللي انت لسه قاعده وترد علي، وياريت بقى تنزل وتسيبنا مشي. حاضر. يعني يحيى هو اللي عملها؟ لا لا انا ما شفتش حاجه. بس هي الحكايه واضحه، هو وربيع مسكوا في بعض، ويحيى بقى عشان يخلص منه قام زقه من فوق. أنا ما قلتش كده. ما الحكاية مش محتاجة ولا يا دكتورة، ملهاش تاني أصلها. عرفتوا اللي أنتوا عايزينه؟ عرفنا يا دكتورة. يلا أم علي. أنا مش هقول ليحيى إن أنتوا جيتوا ولا عرفتوا حاجة عشان ما يأذيكوش. تشكينا يا دكتورة. السلام عليكم. عليكم السلام. وفي ايه يا بنتي؟ مفيش، ده موضوع قديم وراح لحاله خلاص. انا مش قادر افهم برضو انت عايز تعمل ايه بالظبط. أنا زي ما قلت لحضرتك كده، في اتجاه عام للنوستالجيا في البلد. يعني الناس بتجيب صورها القديمة وتصور زيها بالظبط، بس بعد ما يعدي سنين. أنا فكرت أعمل نفس الفكرة مع الصور القديمة اللي كانت بتنتشر في المجلات زمان. زي العدد اللي في إيد حضرتك ده بالظبط دلوقتي. هنعمل نفس الصورة بالظبط، بس في الوقت بتاعنا. الله. طب وإيه الفايدة في كده؟ هي موضة حضرتك مش أكتر، الناس بتحب كده. يعني أنت عايز تصورني دلوقتي؟ بالظبط. بس مش لوحدك طبعًا. هنجمع نفس الناس اللي في الصورة بالظبط ونعمل نفس الصورة. والناس اللي في الصورة دول وافقوا؟ اه وافقوا. انا قدرت فعلا اتواصل مع عدد منهم وافقوا بالفعل. ناقصك مين؟ ناقصني الاستاذ ده والاستاذ ده. انا حتى مش عارف اساميهم. ولا انا. ازاي يعني؟ ده حضرتك متصور معاهم وكانكم تعرفوا بعض كويس. الحفلات دي بتبقى كده، تقعد مع حد وتتكلم معاه في اي حاجه وانت ما تعرفوش. طب حضرتك مش فاكر اساميهم حتى؟ للاسف لا. طب من حيث الفكرة يعني حضرتك موافق على الصورة؟ لو كل الناس اللي في الصورة وافقوا اعتبرني موافق. أنا بشكر حضرتك جدا. العفو. بعد إذنك. اتفضل. مع السلامة. ألو. أهلا يا باشا، إزيك؟ كان عندي صحفي دلوقتي وطالب طلب غريب شويه. اجيب لك حاجه تشربيها تروقي دمك؟ مش عايز حاجه. معلش يا صفو، الله يرحمه بقى، بس اديكي برضه عرفتي مين اللي قتل جوزك وقلبك اطمن شويه.